مشاهدينا مرحبا. تؤثر التنشئة الاجتماعية المقدمة من المؤسسات التربوية وغير التربوية على درجة الانتماء وفق بعده السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقائدي أو حتى الجغرافي، ومن ثم تشكل المؤسسة التربوية اللبنة الرئيسة لبنيان الولاء والانتماء في ضوء تنوعاته، والذي يشير إلى صورة العلاقة بين الوطن وتلك الانتماءات لدى أفراد المجتمع، والتي تبقى ما بقي الوطن متماسكاً. تتبنى المؤسسة التربوية أنشطة عدة تعمل على تنمية الانتماء الوطني لدى منتسبيها، حيث تزيد من الاتجاه الإيجابي نحو حب الوطن وصيانة مقدراته، وتقوي الروابط بمؤسساته العامة والخاصة عبر ما تقدمه من أدوار خدمية تشعره بالفخر والاعتزاز بهويته وثقافته، تجعله مهتما ومنشغلا بمشكلاته وقضاياه، باحثا عن حلول لما يواجهه من تحديات، ملتزما بقوانينه، محترما للغير، حافظا للحقوق ومراعيا للمصلحة العامة ومقدما لها على المصلحة الشخصية أيضا، ومن ثم لا يتخلى عنه في الأزمات. للحديث مشاهدين أكثر حول الانتماء الوطني والعقائدي من مفهوم تربوي وسياسي، بيسعدنا اليوم أنه يكون ضيفنا بالاستوديو الأستاذ الدكتور جورج جبور، وهو صاحب فكرة يوم اللغة العربية، وهو أيضا الرئيس المؤسس للرابطة السورية للأمم المتحدة. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بكم، أنا سعيد بأن أكون معكم في هذا البرنامج. أهلا فيك دكتور. بداية التأكيد على الهوية الوطنية وثقافة الانتماء، مسؤولية من؟ نعم، الهوية الوطنية طبعا شيء أساسي جدا. نعم، ذكرت قبل قليل أنني صاحب فكرة يوم اللغة العربية. نعم، في الهوية الوطنية الأمر الأساسي هو أننا ننمي الهوية الوطنية. أول ما نذكره في الهوية الوطنية هو أننا عرب. نعم. عرب معنى ذلك أننا نتكلم اللغة العربية. هل للغة العربية اليوم؟ أنا هنا معك نتحدث باللغة العربية. أنا هنا معك. نعم. تسألينني فأجيب. نعم. دعينا نمارس شيئا من الوعي التربوي. نعم. متى يوم اللغة العربية العالمي؟ أسألك. ربما هو سؤال محرج يعني دكتور شوي، ولكن هي التواريخ يعني. أنني صاحب. نعم. يوم اللغة العربية. نعم. إذن فلنبدأ بالحديث عن هذا الأمر. نعم. في 15/3/2006. نعم. ألقيت محاضرة في جامعة حلب، وكنت أمارس تدريس الدراسات العليا في كلية الحقوق جامعة حلب. نعم. منذ فترة ألقيت محاضرة بعنوان التنافس اللغوي العالمي ومكان العربية فيه، وفيها طالبت بأن يكون هناك يوم للغة العربية. نعم. وحددت ذلك اليوم بأنه يمكن أن يكون يوم بدء التنزيل الشريف، يوم كانت اقرأ، لما لا؟ نعم أكيد، هي الكلمة التي بها ابتدأ التنزيل الشريف، وطبعا القرآن الكريم هو الكتاب الأول في اللغة العربية، الكتاب الأول لدى ثلث سكان العالم أو ربعهم أو خمسهم إلى آخره يعني، فبشكل أو بآخر له إكرام خاص. لم يحصل، لكن حصل ارتباط نوع ما بيوم اللغة العربية من قبل اليونسكو، فحدد يوم 18 كانون أول من كل عام. نعم. 18 كانون أول من كل عام هو اليوم الذي سألتك عنه. نعم. يوم اللغة العربية العالمي. هذا التاريخ دكتور. نعم. نعم. لا أعلم أن القيادة المركزية السابقة أن القيادات الحزبية منذ عام 2006 أتت على ذكر يوم اللغة العربية، لكن على ما أعلمه هو أنه في عام 2021 20 كانون أول 2021 بعد يومين من تاريخ 18/12 الذي هو اليوم العالمي للغة العربية، صدر بيان عن القيادة المركزية لحزبنا، حزب البعث العربي الاشتراكي. نعم. يقول أن يوم اللغة العربية العالمي الذي يحتفل به العالم في 18/12 من كل عام بدأ في حلب. نعم. 15/3/2006. نعم. ذكروا هذا التاريخ بالضبط وهو تاريخ محاضرتي. نعم. حملت الخبر إلى أمين فرع جامعة حلب الذي هو الآن الأمين القطري المساعد، أبارك له عبر هذا. نعم. البرنامج بالمهمة الجديدة الدقيقة الصعبة
التي أرجو أن ينجح في التصدي لكل مهامها، وقد نجح في التصدي لمهمة الحفاظ على يوم أصبح يوم جامعة حلب. 15/3/2006 أصبح يوما احتفلت به جامعة حلب 3 مرات، في 15/3/2022 ثم 23 ثم 24، بعد قبل بضعة أسابيع احتفلت للمرة الثالثة بذكرى تلك الكلمة التي ألقيتها في 15/3. الآن هو الأمين القطري المساعد، من الأمين العام المساعد، من الممكن لهذه الفكرة أن تمتد إلى الجامعات السورية، إلى فروع الحزب في كل مكان. يحتفى بيوم 15/3 على أنه اليوم العالمي البديل لليوم العالمي الذي أقرته اليونسكو بالنسبة للغة العربية. ذلك بالنسبة لفكرة صاحب فكرة يوم اللغة العربية الأول. أحب قبل أن أغادر هذا الموضوع وأعود إلى الموضوع الأساسي وهو الهوية الوطنية، أحب أن أقول أن السيد وزير التربية رئيس اللجنة الثقافية الوطنية لليونسكو وجه اللجنة الوطنية لليونسكو أن تعلم اليونسكو بأن وجهة النظر التي يتم تداولها في سوريا هو أن يوم اللغة العربية ابتدأ مع كلمتي في 15/3/2006. وقد أرسلت إلى اليونسكو صفحات من مجلة مجمع اللغة العربية التي تشرح هذه الفكرة. أعود إلى موضوع الهوية الوطنية، لكن كأنني قلت أن اللغة هي أهم ما يشغل الهوية الوطنية. إذا قلنا أن العروبة هي اللغة، القومية العربية مرتكزها ليس دينيا، ليس عنصريا، ليس دمويا، ليس جغرافيا، وإنما هو الأساس فيه أن العرب هم من يتكلمون اللغة العربية. هكذا قال الدستور حزب البعث عام 1947. إذن العروبة اللغة العربية أساس. من تبنى هذه الفكرة أن اللغة العربية أساس؟ تبناها مفكر عربي تربوي كبير ينبغي أن نحتفل دائما بذكراه، وكلنا من أبنائه حقيقة منذ الأربعينات وإلى الآن. هو ساطع الحصري. ساطع الحصري كان وزيرا للتربية في عام 1920. وهو الذي فاوض الفرنسيين لكي لا يدخلوا إلى دمشق في عام 1920، وهو الذي خلد الدبلوماسية السورية بكتابه يوم ميسلون، الذي استعرض به محادثاته مع القائد الفرنسي الذي أتى ليحتل دمشق وفشلت المحادثات، وكانت بطولة يوسف العزبي، الشهيد يوسف العزبي في ميسلون. اللغة العربية كتب عنها ساطع الحصري كتابات كثيرة وجعلها أساسا المقوم الأول للقومية العربية. ما سمعته في كلمة الرئيس بشار الأسد في المؤتمر التربوي عن الهوية الوطنية كان يتحدث بكل وضوح عن أن الأساس هو اللغة، وأن العقيدة الكبرى التي نؤمن بها في هذا الوطن هو أننا عرب، وأن القومية العربية هي التي تحدد مسارنا في سياستنا التربوية وفي سياستنا العامة طبعا. هكذا إذن الهوية الوطنية أساسها اللغة، وثمة مكونات أخرى كثيرة لها. المؤسسة التربوية دكتور يعني تعمل على تأكيد الهوية والانتماء للوطن لدى الأفراد عبر سلوكيات. خلينا نعرف أكثر شو هي هي السلوكيات، وكيف نحن بنقدر نعمل كمؤسسة تربوية على تأكيد الهوية والانتماء. يعني حين نقول المؤسسة التربوية معنى ذلك أننا نقول أننا نكون جيلا جديدا يبدأ من الطفولة وينتهي مع النضج والشباب والرجولة والاكتمال والمساهمة في الحياة العامة. المدارس هي التي تخلق الهوية الوطنية، بمعنى أنها تنقح ما هو موجود في الإنسان وتجعله قابلا للتداول. بمعنى أن المدارس هي التي عليها المعول في خلق مفهوم متداول منذ الثورة الفرنسية على الأقل بشكل كبير،
هو مفهوم المواطنة. الثورة الفرنسية أتت بمفهوم المواطن، كانوا يدعون أنفسهم بدل السيد المواطن، المواطن فلان، المواطن فلان، هكذا بدلوا، يعني بدلوا اللقب الذي يسبق الاسم الأول. فإذا المواطنة هي تعبير عن الهوية الثقافية، عن كيف ننظر إلى الهوية الثقافية. في سوريا ننظر إليها على أنها اشتراك في المواطنة، بل وتساوي في المواطنة، مواطنة متساوية، مواطنة تشاركية، وهذا أمر دقيق. وعن دور التربية في خلق القومية وفي خلق مفهوم المواطنة وفي خلق وحدة المجتمع، كان رجل فيلسوف ألماني له فضل في موضوع الوحدة الألمانية اسمه فيخته. هكذا إذن فيخته كان يرى أن التربية هي التي تخلق المواطن الذي يحقق القومية. هذا هو باختصار شيء تاريخي مفيد لنا في تذكرنا لما نحن بصدده الآن بشأن المواطنة. بشأن المواطنة أحب أن أقول أن هناك فكرة دقيقة تسمى المساواة بين المواطنين. المساواة بين المواطنين ينص عليها كل دستور وينص عليها كل قانون تصدره الدولة. هل نطبقه بشكل كاف؟ هل نطبقه على نحو متوازن؟ تلك أسئلة ينبغي أن ننعم فيها النظر. أنا أرى أن سوريا تحاول جهدها فعل ذلك، وهي تنجح في هذا الأمر، وأرى أنها تنجح مقارنة بما أعرفه عن نظم تربوية في كثير من الدول العربية الأخرى. لكن هذا ليس انتقادا لأحد، هذا امتداح، هذا توصيف لحالة سوريا. المواطنة وبالتحديد المواطنة المتساوية أمر نلح عليه في سوريا إلحاحا شديدا. مناهجنا التربوية تتبنى هذا الأمر بكل وضوح. نعم، قواعد وآداب الحوار كيف بتم بناءها كي يتشرب المواطن أسس المواطنة الحقيقية في الوطن؟ الحوار هو طبعا سيد كل المواقف، وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني دائما، يعني هكذا. إذا أدب الحوار هو أن يكون مؤدبا، هو أن يكون هناك طرفان يتعامل كل واحد منهما بالأفكار التي لديه، فيطرحها بشكل سليم على الطرف الآخر، والطرف الآخر إما أن يقبلها لكن أو أن لا يقبلها، لكنه في الحالين عليه أن يتعامل معها باحترام. هكذا إذن ثمة دائما الحوار بالتي هي أحسن، الحوار الجميل المتوازن الأخلاقي الأدبي، وهذا ما ينبغي على المدرس، طبعا على المعلم، على المدرس، على الأستاذ الجامعي أن ينميه في الطلاب. نحن نعلم أن الحوار ينبغي أن يكون يعني سلسا، منطلقا من مبادئ أخلاقية، منطلقا قبل كل شيء من احترام الآخر، واحترام الفكرة التي ننادي بها، واحترام الرأي المضاد. هكذا إذن الحوار الأساس، هو الحوار أساس في بناء هوية ثقافية متوازنة. نعم، حتى لو نحن يعني ما بدنا نتقبل الآخر، ولكن علينا أن نتقبل الرأي الآخر، حتى لو في المنزل، في المدرسة، بأي مكان. سياسة الحوار يجب أن تكون موجودة سائدة، دون هجوم، دون نزاعات وغيرها. أهمية تنمية مهارات التفكير العليا وتنمية المقدرة على النقد البناء والتعبير عن الرأي في تعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة. جميل، النقد البناء كلام جميل. هل نطبقه؟ هل نستطيع تطبيقه دائما؟ إذا أنا أخطأت الآن في لفظة معينة، فهل علي أن أعتذر عنها أو نقول أنها مشيت ونسيها الناس؟ هل علينا أن نعود إلى أخطاء سابقة فنتحدث بها ونقول نعتذر عنها، نأسف لأنها حصلت؟ تلك أسئلة كبرى، والتاريخ يتعامل بها دائما بأشكال مختلفة. أقول لك شيئا لا بأس من قوله، ونحن نقترب من ذكرى 25 لنطق بابوي
أنت تعلمين أن هناك الكنيسة كاثوليكية تضم ربما الأغلبية الكبرى أو يعني النسبة الأكبر من مسيحيي العالم. هذه الكنيسة يرأسها قداسة البابا، نعم. وهو جالس على عرش ما يسمى عرش القديس بطرس، وبطرس هذا فلسطيني. نعم. المكان هو روما الفاتيكان. في عام 2000 أصدر قداسة البابا آنذاك أسفا للأساليب التي اتبعها الفرنجة نعم. في ما سماه نشرهم الحقيقة، أي الحروب الفرنجة، حروب الفرنجة، الحروب الصليبيين. نعم. عبر عن الأسف عام 2000. هذا أمر جميل لم يحصل سابقا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، أن عبرت عن الأسف لشيء فعلته. نعم. نحن نعلم أن حروب الفرنجة ابتدأت عام 1095 بخطاب ناري ألقاه البابا أوربان الثاني. إذا بعد ما يقرب من 900 سنة حصل نوع من الأسف. جميل، أنت تحدثت عن النقد، هذا نقد نعم، ذاتي. نقد البناء. نعم. إذا نقد ذاتي كبير قامت به كنيسة تقول أنها معصومة. نعم. العصمة وقفت عند حقائق تاريخية، وهو أنه كان هناك وحشية في الأسلوب الذي اتبعه جنود الفرنجة حين أتوا إلى بلاد الشام. أمر دقيق. قلت قبل 24 سنة، ربما أن علينا أن نهتم بذكرى 25 سنة على ذلك الأسف، نحاول أن نصعده إلى ما يمكن أن يصبح اعتذارا أو ما يشبه الاعتذار، يعني مزيد من النقد الذاتي. هل نستطيع دائما أن نقوم بعملية النقد الذاتي وأن نحاول تصحيح أخطاء الماضي؟ ذلك سؤال كبير، ويعبر عنه أحيانا باسم العدالة الانتقالية، وهو مفهوم ما يزال لم يتبلور قانونيا بشكل كبير. نعم. أعود وأتذكر أنني هنا في حضرة التربوية السورية. يأتي المعلم إلى الصف فيتحدث بشيء وبه شيء من الخطأ، قد يلفت أحد الطلاب نظره إلى هذا الأمر، قد لا يحصل. هل عليه أن يقول أخطأت وأنت أصححت لي؟ من الواجب يعني. هذا أمر فلنقول أنه يتوقف على ملابسات الأهل الحادث. نعم. قد يكون أنه أخطأ والخطأ بسيط ويغتفر، مثلا بدل أن يقول أن هذا اليوم هو الثامن من أيار قال أنه السابع من أيار. طيب. نعم. يعني ليست مشكلة لأن الحقيقة معروفة، لكن أنا أقول أن الاستعداد للاعتراف بالخطأ حين يكون هناك موجب للاعتراف بالخطأ أمر ضروري للمعلم، أمر ضروري للمدرس، أمر ضروري للأستاذ الجامعي. تنمية هذه الفكرة والأخذ بأن الخطأ لا يقلل من قيمة من أخطأ. نعم. ذلك أمر دقيق أيضا في فلسفة الاعتراف بالخطأ. بل من الممكن لنا أن نقول أن من يخطئ قد أحسن لأنه أعلمنا بأن شخصيته قوية. نعم. قابلة لأن تعترف بالخطأ وقابلة للنقد. وهناك قول مأثور. نعم. أشكر من أهدى إلي أخطائي، تلك كلمة مأثورة في تراثنا العربي. نعم. هكذا إذن أنظر إلى عملية الانتقاد الذاتي، إلى عملية الحوار بين الأستاذ في الصف وبين المعلم في الصف وبين المدرس في الصف وبين الطلاب على أنها قابلة لأن تكون مسألة حوارية ينمو بها الذهن. نعم. ولا يغلق عن طريق الزجر وعن طريق القول شو فهمك أنت
تماما شو إلى آخره. نعم نعم. التعبير عن الرأي بتعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة، كيف فينا نعبر عن رأينا ولكن دون الهجوم على الآخر ودون التسبب له بالأذى ودون يعني يكون في أسلوب فج؟ يعني طبعا هلأ هناك دائما في كل قرية، نعم، شوارع، أحياء، طرقات، نعم، في كل بلدة، في كل مدينة، حي، هناك دائما شعور بالانتماء إلى الحي. إذن هناك شعور بأنني أنا في الحي شيء يخص الحي وعلي أن أكون منتميا إلى هذا الحي ليس إلى الحي الآخر. نعم. إذن ثمة من الممكن تصور تنافس بين الأحياء في البلدة الواحدة، في المدينة الواحدة، تنافس بين المدن، نعم، في الدولة الواحدة، تنافس بين المناطق في الدولة الواحدة. إذن علينا أن نهتم بهذا التنوع وأن نستثمره لما فيه الخير، بدل أن نقول نحن درجة أولى من سكان هذا البلد والآخرون درجة ثانية، سواء في القرية، سواء في البلدة، سواء في المدينة، سواء في الدولة، سواء في الإنسانية. نعم. انظري مثلا إلى الأمريكي، درست في أمريكا موفدا من الدولة من جامعة دمشق. نعم. في أوائل الستينات كان أحد الأشياء التي تلفت نظري هو أن وسائل الإعلام تقول بشكل أو بآخر، توحي للمستمع بأن أمريكا هي الدولة الأقوى. نعم. ذات يوم تحدث أحد الطلاب بقوله أن أمريكا هي أهم من كل العالم. والآن نحن نشهد آخر ما شاهدناه من مظاهر هذه العقلية هو الرسالة التي وجهها 12 شيخ من شيوخ أمريكا، هل سمعت بها؟ إلى المدعي العام، نعم، للمحكمة الجنائية الدولية، يقولون له به: حاذر من التحرش بنتنياهو، حاذر أن تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو، نحن الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نستطيع أن نعاقبك يا أيها المدعي العام لما المحكمة الجنائية الدولية الذي يحاول معاقبة نتنياهو بإصدار مذكرة توقيف بحقه. وحسنا فعل كريم خان المدعي العام حين قال لهم: إن تهديداتكم تخالف القانون الدولي ومن ينطق بها عليه عقوبة سجن. إذن هذا هو الحوار الذي لا يؤدي إلى نتيجة. نعم. حوار التهديد، حوار العظمة، حوار الفوقية. في الوطن لا فوقية، ثمة تساو بين المواطنين. نعم. في الصف ثمة تساو بين التلاميذ، تساو بين الطلاب، احترام متبادل. نعم. حوار هادئ، العقل زينة، الحوار هو الأساس في العملية الذهنية. نعم. التي ينبغي على المعلم، على المدرس، على الأستاذ أن يقوم بها بين الطلاب. نعم. المؤسسة التربوية تعنى بالتنشئة الصالحة والمتكاملة لأنها تشمل كل الجوانب العقلية، الصحية، النفسية، الاجتماعية والثقافية لكل الأفراد. شو هو الأثر الفاعل لهي التنشئة بتنمية الولاء والانتماء للوطن؟ نعم، لا ريب أن المؤسسة التربوية هي التي تنمي الشعور بالوطنية. الشعور بالوطنية شيء ثابت في كل إنسان، كل إنسان في هذا العالم يحب المكان الذي ولد به، يعتبره وطنه، هو معتاد عليه. فإذا بشكل أو بآخر تنمية هذا الشعور الوطني والمصالحة بينه وبين المكان الذي ولد فيه هذا الشخص والأمكنة التي تتساوى في القيمة من القرى، من البلدات، من المدن الأخرى، أمر ضروري في العملية التربوية. علينا أن نربي التلاميذ الطلاب أن المواطنين متساوون وأن كل ذرة من أرض الوطن هي في
غلائي كل ذرة أخرى، نعم. غالية على القلب، غالية في التفكير، وبالتأكيد واجب المؤسسة التربوية أن تنمي هذا الشعور وهي تفعل. نعم، ليس فقط المؤسسات التربوية، أيضا يعني في كثير شركاء يجب أن يكونوا حريصين على هذه المصلحة. الإعلام، الإعلام طبعا التعاون، التعاون المشترك بين وزارة التربية وكافة القطاعات الأخرى، الوزارات، الجمعيات والمجتمع المحلي والأهلي، ماذا عن هذه الشراكة؟ الإعلام حاليا وسائل التواصل الاجتماعي هي المعلم الأول، يعني هذا أمر لا ريب أن علينا أن نأخذه بعين الاعتبار. لم نعد نقرأ في الكتب قدر ما نقرأ عبر الجوال، وهذا خطير، لأن من يسيطر على الجوال يسيطر على عملياتنا الذهنية إلى حد لا بأس به. إذا ثمة واجب مضاعف أمام المدرسة، أمام المؤسسات الوطنية، أمام الإعلام الوطني، هو أن يحاول أن يكون قويا بذاته وأن يكون قويا بتصديه لما قد يتأثر به من يشاهد وسائل التواصل الاجتماعي وبها ما بها، نعم. مما يحسن في كثير من الأحيان ومما يسيء في كثير من الأحيان. لهيك دكتور يعني يجب على الأهل وعلى المؤسسات التربوية يعني يكونوا دائما متواجدين مع أبنائنا، أو يكون في دائما مراقبة على الشيء اللي عم يشوفه أبنائنا على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا بدنا نحكي عن موضوع الوجدان الجماعي والمحبة والعطاء الإيثار في تنمية الانتماء والمواطنة، الولاء للوطن والتضحية من أجله في نفوس أبنائنا. نعم، هذا أمر دقيق جدا. نعم، أنت ذكرت كلمة المراقبة، كلمة دقيقة، وإذا استعملت بدقة فهي نافعة جدا. نعم، وإذا لم تستعمل بدقة فهي تؤدي إلى مفاعل عكسية. نعم، إذن علينا أن نكون حريصين في المراقبة. نعم، المراقبة ضرورية، والمراقبة ينبغي أن تكون لها حدودها المدروسة دراسة جيدة المطبقة تطبيقا جيدا. في كل حال أحب أن أقول أن سواء الطالب التلميذ أو الطالب أو المواطن العادي يتأثر بكل ما حوله. الإعلام الوطني، التربية القويمة، الحس الإنساني العام، أمور ينبغي أن تغذى من قبل كل الوسائل الهادفة إلى خدمة الوطن، وخدمة الوطن تتكامل مع خدمة الإنسانية. هناك مواثيق دولية تتحدث عن المساواة. أنت تعلمين أن هناك من يقول أن المادة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصها تقريبا يولد الناس أحرارا متساوين، مأخوذة من قول للخليفة الراشدي الثاني: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذن هناك شيء اسمه ثقافة التساوي الإنساني، ثقافة حقوق الإنسان، ثقافة الحقوق المتساوية لكل بني البشر، وهذا أمر جميل يتحدث به الجميع، وقليل منهم من يطبقه، قليل منهم من ينفذه. وبالطبع نشهد الآن في وسائل الإعلام الغربية ووسائل الإعلام العربية حتى انشغالا كبيرا بمصير مئة ونيف من الناس، وبالحديث العابر عن عشرات آلاف الضحايا الشهداء. هذا أمر دقيق لا يحمل فكرة التوازي على محمل الجد، يجعلنا نشعر بأن هناك قماءة في النظر إلى مبدأ المساواة بين البشر. لكن البشر جميعا متساوون، هذه حقيقة ثابتة في كل الحضارات، في كل الفلسفات، في كل الديانات، وقليل من الناس من يطبقها، لا سيما الدول الكبرى التي تشعر أنها مهيمنة على مصير العالم. نحن نعلم أن شعار ألمانيا الذي أدى إلى ما يسمى المحرقة اليهودية كان شعارا عجيبا من نوعه: دويتشلاند أوبر أليس، ألمانيا فوق الجميع. هكذا كان الشعار الذي يتردد في المدارس يوميا مع
دويتشلاند أوبر أليس، وبالطبع سمات آخرون يرون أنهم فوق البشر. وقد أشار الرئيس دوغول ذات يوم بعد عام 1967 إلى أن هناك كيانا سياسيا يعتبر نفسه فوق القانون الدولي. هل عرفت ما اسم هذا الكيان؟ الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني. إسرائيل. يعني الكيان الاستيطاني يرى نفسه أنه فوق الجميع. تلك نقطة هامة، ولها جذورها، لها جذورها في تفكير من أصدر وثيقة الاقتتال المتبادل التي اسمها وعد بلفور. سؤال لك. نعم تفضل. يعني على نعم بدون أسئلة محرجة. نعم تفضل دكتور. ما هو وعد بلفور؟ نعم أسألك. أعلمنا. نعم أعلمنا، حدثنا. نعم ما تاريخه؟ نعم بما يخص بلفور. أرض فلسطين وتقسيم أرض فلسطين. عفاكي. وعد بلفور يحمل اسم وزير خارجية بريطانيا. نعم. وقد صدر في 2 تشرين 1917. نعم. وقال لليهود حق إنشاء وطن قومي. نعم. في فلسطين، ولبقية الناس في فلسطين، ولم يدعهم الفلسطينيين، حقوق دينية ومدنية لا ينبغي المس بها. إذن جعل فئة من الناس يراد أن تستقدم إلى فلسطين صاحبة كيان سياسي. نعم. وحرم الآخرين من كيان سياسي. نعم. بلفور هذا قال هذا الكلام عام 1917. هنا نقطة دقيقة، وأرجو أن يكون بين المشاهدين من يهتم بالتاريخ وبتاريخ قضية فلسطين بشكل نعم خاص. تفضل. في 2/11/1917 صدر وعد بلفور، أصدرته بريطانيا، يحمل اسم وزير خارجية بريطانيا، وأنا أدعوه وثيقة الاقتتال المستمر. نعم. هل وافقت عليه أمريكا قبل صدوره؟ يقال نعم. وافقت عليه، لكنها لم تشأ أن يكون التوقيع بريطانيا وأمريكا، قالت بريطانيا وحدها يكفي وأنا أؤيد. صدر وعد بلفور بتوقيع بريطاني في 18/1/2018، بعد حوالي 75 يوما 75 يوم 77 يوم 76 يوم، بين 2/11/17 و 18/1/18. في 18/1/18 صدرت نقاط ويلسون الذي وافق على وعد بلفور كما يقال 14. نعم. وبها حق تقرير المصير، لكن كان قد أعطى موافقة على وعد بلفور الذي حرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير. نعم. هل كان واعيا لما يفعل؟ كان مريضا. هل كان واعيا؟ هل كان يمارس الخداع السياسي أو يمارس الغباء السياسي؟ ذلك سؤال مطروح أمام مؤرخي فلسطين وقضية. نعم. فلسطين. 80 يوما علينا أن نعرف كيف تصرف بها ويلسون الذي كان مريضا في كل حال. ما يعنينا هنا هو القول أن وعد بلفور أقر بتفوق لمجموعة هي المجموعة الصهيونية، وأقر بدونية الفئات الأخرى. نعم. وأن بلفور هو نفسه بعد عام من وعد بلفور تكلم أمام لجنة الانتدابات فقال إن قيم الحضارة الغربية المشتركة بين جميع فئات المجتمع الغربي ينبغي أن يكون لها التفوق على رغبات 700,000 عربي في فلسطين. إذن نسف حق تقرير المصير، أعطى حق تقرير المصير لحاملي قيم التفوق، وهذه نقطة دقيقة جدا تاريخيا. هل أخذتنا بعيدا عن الهوية الوطنية؟ الهويات الوطنية ينبغي أن تكون متساوية في قيمتها بين كل بني البشر. نعم. لكن أكيد. الهوية التعصبية. نعم. إشكال كبير في تاريخ البشرية. نعم دكتور جورج، نحن مكفين حديثنا مع حضرتك، ولكن اسمح لي
أن أقدم هذه المادة. طبعا مشاهدينا، تميزت أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بقدرتها على الاستمرار والتطور، فقد استطاعت مواجهة التحديات التي تطرحها المراحل وتخطي العوائق والصعاب وتطوير ذاتها باستمرار، مؤكدة على السمة العامة لنهجها، سمة التطور المتصاعد والمستمر. فكان مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي هو تأكيد على سياسة التطوير والتحديث بقيادة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور بشار حافظ الأسد. عربية واحدة. دكتور، يعني عندما نقول من جذور الأرض جئنا، التشبث بالجذور والتمسك بها، كيف بتم تجسيدها؟ نتمسك بأرضنا، نتمسك بتاريخنا. نعم. الجذور تنبت في الأرض، ونحن نتمسك بالجذور. نعم. وتنمسك بالتراب الذي تنمو فيه هذه الجذور. نعم. ونرفض أن نهاجر من وطننا لأي سبب كان. نعم. وهذا ما يقوم به أهالي غزة الأبطال الذين يكتبون الآن صفحة في تاريخ العالم، الذين يكتبون مستقبل رئيس أمريكا ربما بالانتخابات القادمة. نعم. إذن نحن من جذور الأرض جئنا، وعلينا أن نحافظ على هذه الجذور ونحافظ على الأرض، وهذا ما نفعله، وهذا ما ينبغي أن يفعله الكثيرون. نحن نلاحظ أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها سوريا، التي تمر بها بلاد كثيرة في العالم، تضطر البعض إلى اللجوء خارج هذا الوطن، خارج أوطانهم، بحثا عن أفق أوسع، بحثا عن أسلوب حياة أفضل. لا ألوم أحدا، لكن علينا أن نتشبث بجذورنا. نعم. نتشبث بأرضنا، وعلينا لكي يصح تشبثنا بجذورنا وتشبثنا بأرضنا أن نحسن من ظروف المعيشة في بلادنا. نعم. وهذا واجب السلطة التنفيذية، وهذا واجب الأحزاب التي تحكم، وهو هنا في سوريا حزب البعث العربي الاشتراكي الذي فاز بالأغلبية بالانتخابات، وهو حزب على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى، لكنه الحزب الأول الذي نال أكبر عدد من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في ظل الدستور الجديد منذ عام 2012. إذن عالج الرئيس الأسد بشار الأسد هذه الأمور في كلمته أمام المؤتمر الكبير الذي عقد قبل أيام، وازن بين الاشتراكية. نعم. وبين الاقتصاد الحر، وتحدث حديثا واضحا به شيء من النقد الذاتي عن فترة الستينات، أواخر الستينات. نعم. نحن نعلم أنه في عام 1966 كانت ثمة نزعة اشتراكية واضحة جدا في توجهات الحكم آنذاك، واستمر هذا الأمر سنوات لا بأس بها. ثم في عام 1990 صدر قانون الاستثمار، وقانون الاستثمار يتجاوب مع متطلبات الاقتصاد. وازن الرئيس الأسد بين الاشتراكية وبين متطلبات السوق، وأعاد التأكيد على ضرورة أن يكون لاقتصاد السوق صفة، هي صفة أنه اجتماعي، اقتصاد السوق الاجتماعي، أي أنه يشمل الرعاية لجميع المواطنين. تلك أفكار دقيقة متداولة في أوساط الاقتصاديين جاء بها الرئيس بشار الأسد أمام المؤتمر، شرحها شرحا واضحا جليا أمام الجميع. كيف ننفذ هذه المعادلة؟ ذلك أمر دقيق، أمر
لابد إلا أن ننتظر التوجهات الجديدة، لكن أعلم أن ثمة دراسات كثيرة توحي بأن من الممكن أن نكون من جهة اشتراكيين وأن نكون من جهة أخرى متعاملين بجدية مع آليات الاقتصاد المعروفة. نعم دكتور، نحن مكفين حديثنا مع حضرتك. مشاهدينا، تميزت أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بقدرتها على الاستمرار والتطور، فقد استطاعت مواجهة التحديات التي تطرحها المراحل وتخطي العوائق والصعاب وتطوير ذاتها باستمرار، مؤكدة على السمة العامة لنهجها، سمة التطور المتصاعد والمستمر. فكان مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي هو تأكيد على سياسة التطوير والتحديث بقيادة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور بشار حافظ الأسد. في ظل هذه الظروف، وأنا لا أقصد تحديدا ظروف سوريا، وإنما الظروف العالمية التي يشهد كل العالم فيها حروب ذات طابع ثقافي وعقائدي، تصبح الأحزاب العقائدية أكثر أهمية بكثير من قبل، وليس كما كان يسوق منذ 3 عقود بأن عصر الإيديولوجيات قد انتهى وأن عصر الأحزاب العقائدية قد انتهى. هذا الكلام غير صحيح. نحن نعيش أعلى مرحلة إيديولوجية على مستوى العالم، لأن التطرف هو عقيدة، لأن الليبرالية الحديثة هي عقيدة، لأن الخنوع الذي يدعو إليه الغرب تحت عناوين مختلفة هو عقيدة. فإذا دور الأحزاب العقائدية وفي مقدمتها حزب البعث في سوريا تحديدا هو دور اليوم أكثر أهمية مما سبق خلال كل المراحل التي مرت فيها سوريا. ما يتعلق بصياغة رؤية الحزب وتحديدا حول القضايا الداخلية، رؤية الحزب المقصود فيها كيف يفهم الحزب دور الدولة تجاه المواطنين في مختلف القضايا والقطاعات، وتأتي السلطة التنفيذية لتحويل هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية. والعنوان الأول والأهم بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لكافة المواطنين في سوريا هو الوضع المعاشي. إذا أردنا أن ننطلق من الوضع المعاشي لا نستطيع إلا أن ننطلق من العنوان الأساسي بالنسبة لنا كحزب بعث وهو الاشتراكية. والاشتراكية بالنسبة لنا حسب ما نفهمها اليوم هي العدالة الاجتماعية. والاشتراكية منذ طبقت منذ أكثر من قرن في أماكن مختلفة في العالم وبأشكال مختلفة بما فيها سوريا التي أخذت الاشتراكية فيها طيفا واسعا من التطرف والماركسية في النصف الثاني من الستينيات إلى الانفتاح بعد عام 1991 والانفتاح الذي نعيشه حالياً. نماذج كثيرة جداً، علينا أن نحدد ما هو النموذج الذي يناسبنا من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وقدرته على مواجهة الظروف الراهنة التي نعيشها، وثالثاً قدرته على دفع التقدم إلى الأمام. الاشتراكية تطرح علينا سؤال كحزب، وهي متى ينطلق النهج الاقتصادي لحزب البعث من الإيديولوجيا ومتى ينطلق من القواعد الاقتصادية؟ يعني هل هناك توافق بينهما أم هناك تناقض؟ أم هناك حل وسط نستطيع أن نؤدي الجانب أو نعتمد أو نستند إلى الجانب الإيديولوجي وبنفس الوقت القواعد العلمية الاقتصادية؟ بنفس الإطار، ما هي قدرة الاقتصاد على تحمل القواعد الإيديولوجية من دون أن يكون هذا الاقتصاد منهك وخاسر بشكل عام؟ يعني كما قلت هو إيجاد التوازن. ما هو التوازن بين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي؟ الحقيقة كلها أسئلة تلف حول عنوان واحد، ولكن يجب أن نراها من كل الزوايا، لأننا عندما نتحدث عن التوازن بين القواعد الاقتصادية والقواعد الاجتماعية فهذا يعني أن نسير بخط دقيق لا يكون فيه الجانب الاقتصادي مجرد على حساب المجتمع، لأننا في هذه الحالة سوف نتحول إلى حزب رأسمالي، ولا يمكن أن يسير بالعكس باتجاه الجانب الاجتماعي بشكل مجرد
لأننا عند ذلك سوف نكون دولة مفلسة. لذلك أتحدث عن كل هذه العناوين لكي نصل إلى نقطة التوازن بين الإيديولوجي وبين الاقتصادي. لو أبقينا كلمة السوق لوحدها فهذا يعني أننا تحولنا إلى اقتصاد السوق المتوحش، فكلمة الاجتماعي هي التي تحافظ على النهج الاشتراكي مع الحفاظ على المنافسة بالنسبة للسوق. هناك من سيقول لا يمكن أن يكون هناك سوق مع اشتراكية، هذا الكلام غير صحيح، لأن النموذج الصيني واضح بالنسبة للعالم. الصين تحولت باتجاه اقتصاد السوق وهي دولة شيوعية اشتراكية مركزية منذ عام 1978. الجانب الآخر وهو عنوان مرتبط بالوضع المعاشي، أن الحزب تبنى منذ بداياته الوقوف إلى جانب الكادحين. طبعاً الكادح بالتعريف قد يكون معناه هو هي الطبقة التي تعمل ولكنها فقيرة، فهل نقول الكادحين أم نقول الفقراء بشكل عام باعتبار المفهوم أشمل؟ سأتحدث عن الفقراء باعتبارهم الشريحة الأوسع أولاً، ومن الطبيعي أن يقف الحزب إلى جانب الشريحة الأوسع، وباعتبارهم الشريحة التي تتأثر أكثر من غيرها بالأزمات الاقتصادية. الدولة التي يحكمها حزب البعث هي دولة لكل أبنائها، فإذا ما هو البرنامج الذي أو النهج الذي يمكن أن يتبناه حزب البعث ويعبر عن تقاطع المصالح بين مختلف الشرائح وليس تناقض؟ يعني الشرائح تربح مع بعضها البعض وليس شريحة تربح على حساب الأخرى. في ظل هذه الظروف، وأنا لا أقصد تحديداً ظروف سوريا وإنما الظروف العالمية التي يشهد كل العالم فيها. نعم دكتور، يعني في ظل الظروف الراهنة والظروف اللي مرينا فيها الوضع المعيشي، قديش مهم نأكد على ونركز على الوطن والمواطن، الانتماء الوطني لدى المواطن أيضا. نعم، لا ريب أن الانتماء للوطن هو الشيء الأساسي. نعم. الذي نلح عليه دائما، والانتماء للوطن يعني مقاومة أعداء الوطن. نعم. يعني مقاومة من يريد طردنا من بلادنا. نعم. من يريد تفتيت بلادنا، من يريد احتلال بلادنا، من يريد مصادرة إرادتنا السياسية. هكذا إذن نحن نفهم الانتماء للوطن على أنه فعل دفاعي أساسا، ولكنه لكي يكون ناجحا في كثير من الأحيان علينا أن نتنبه إلى الأخطار المحتقة بنا وأن نتخذ أسلوبا هجوميا. نحن في منطقتنا من العالم ثمة كيان يتوسع ويتوسع بعدوانية شرسة، ويشهد العالم كله شراسته. نعم. هذه الأيام، فكيف نستطيع أن نصد هذا العدوان؟ كيف نستطيع أن ننبه العالم إلى هذا العدوان المحتمل علينا، العدوان الذي وقع في عام 1967 والذي يستمر معنا الآن كما نعلم جميعا، بعدوانات على أرضنا وعدوانات على سمائنا. نعم. تلك نقطة دقيقة جدا. أحببت في كلمة الرئيس الأسد أمورا كثيرة. من أهم ما أحببت فيها هو إشارته إلى أنه في سوريا منذ عام 1942 لم يكن ثمة أحد نادى بالهدنة الدائمة بالعيش الواحد مع كيان عدواني استيطاني إحلالي. تلك نقطة دقيقة أشار إليها الرئيس بشار الأسد في خطابه حين امتدح السلوك السياسي العام لسوريا منذ قيام إسرائيل في عام 1948 وإلى الآن. وأقول قبل ذلك عام 1947 حين صدر قرار تقسيم فلسطين، مجلس النواب العربي الوحيد الذي عقد جلسة لمناقشة قرار تقسيم فلسطين كان مجلس النواب السوري. عقد هذه الجلسة في أول كانون أول 1948 ودامت 8 ساعات. وكانت واضحة في توجهها ضد القرار التقسيم. أقول شيئا آخر عن قضية فلسطين. نعم تفضل. وهو أنه في عام 1946 17 نيسان 1946 هو العيد الوطني السوري.
الجلاء تم وعيد الجلاء كما نعلم. بعد أيام قليلة، ربما أسبوعان أو أقل من أسبوعين من جلاء القوات الأجنبية عن سوريا، صدر قرار للجنة بريطانية أمريكية، نعم، نادت بضرورة فتح باب الهجرة إلى فلسطين أمام اليهود اللاجئين من أوروبا. هكذا شعرت الرئاسة السورية بأن هناك خطر قادم إلى سوريا نتيجة كثرة المهاجرين اليهود، نعم، في فلسطين. فالرئيس شكري القوتلي كما يذكر السياسي والأديب المؤرخ الإعلامي الدكتور عبد اللطيف اليونس رحمه الله، يذكر في كتاب له أن الرئيس شكري القوتلي وجه رسائل إلى ملوك ورؤساء الدول العربية يطلب بها عقد مشاورات عاجلة لبحث هذا التقرير الإنجليزي الأمريكي. وتمخضت هذه المشاورات، تمخضت هذه الرسائل عن عقد مؤتمر القمة العربية الأول في أنشاص أيار 1946، نعم، في مصر. واتخذ القادة العرب آنذاك قرارا برفض قيام كيان استيطاني صهيوني في فلسطين. أقول هذا ونحن على أبواب مؤتمر قمة عربية جديد، نعم، هل نستطيع أن نكون موحدين في قمة البحرين القادمة إلينا بعد أسبوعين أو أقل، بعد عشرة أيام، أقل من عشرة أيام، كما كنا موحدين في عام 1946 والخطر واحد، أم أننا سنكون مبعثرين بيننا من يتبادل العلاقات مع إسرائيل، بيننا من تربطه بإسرائيل اتفاقيات كثيرة؟ كيف سيكون الحال؟ أنا كمواطن أتابع العمل العام منذ فترة، وقد كان لي شرف أن حضرت مع الرئيس حافظ الأسد الرئيس المؤسس عددا من مؤتمرات القمة العربية. لا أشعر بأن مؤتمر البحرين 2024 سوف يستطيع أن يكون موحدا كما كان مؤتمر أنشاص 1946، وهذا طبعا يقلقني ويشغلني كما يقلق ويشغل الكثيرين. لكن علينا أن نستمد القوة من حقيقة أن سوريا استطاعت أن توقف عند حدوده التوسعية الصهيونية. لن تستطيع أن توقفه كاملا، ما يزال أمامنا تحرير الجولان، وهذا أمر دقيق وأمر هام جدا، وهو على جدول أعمالنا اليومي كما أفهم جدول أعمالنا اليومي. لكن على الأقل نحن صامدون وموقفنا مشرف، وكما قال الرئيس بشار الأسد، تأييدنا لقضية فلسطين لم يهتز لحظة واحدة في سوريا منذ عام 1948. نعم دكتور. إذن يعني نحن نحتاج إلى تطوير اجتماعي سياسي ثقافي لاستيعاب الأحداث الداخلية والمحلية والعالمية. صحيح، نحن نحتاج إلى كل هذه الأمور، نعم، معا، ونحن نعمل لها، ونحن ننجح في هذا السبيل، ننجح قدر الإمكان، ننجح ضمن الظروف التي نعرفها جميعا. نعم. بما يخص المنتخبون اليوم من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي ينتسبون لأكثر من فئة شبابية، ما هي الدلالات؟ طبعا يعني لا ريب أن حزب البعث وهو في الحكم لمدة 63 حاليا 61 عاما، أفرز أجيالا كثيرة. أنا من الجيل الذي نشأ على كلمات الأستاذ ميشيل عفلق، نعم، كلمات الأستاذ صلاح الدين البيطار، كلمات الدكتور وهيب الغانم، كلمات الأستاذ جلال السيد. وبالطبع كان ثمة جيل بعد هذا الجيل تمثل في قادة آخرين، ثم كانت لنا قيادة ثابتة الأركان في عام 1970 مع الحركة التصحيحية. تطور حزب البعث تطورا كبيرا
لا ريب في ذلك. وتطورت الأحزاب الأخرى، فلننظر مثلا، أنت تحدثت عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، من كان يمكن له في لدى استقلال سوريا عام 1946 أن يقول أن الحزب الشيوعي سوف يتبنى مفهوم الأمة العربية؟ ذلك أمر ناجز الآن مع الجبهة الوطنية التقدمية التي نشأت عام 1972، وهو حزب طور نفسه باتجاه فهم الشعور العربي في سوريا. نلاحظ أيضا تطورا هاما في الحزب السوري القومي الاجتماعي. الحزب السوري القومي الاجتماعي يقول بالأمة السورية، والأمة السورية يحددها بشكل واضح. وكان هناك من يصر على أن هناك تناقضا بين مفهوم الأمة السورية والأمة العربية، لكن حزب البعث والحزب السوري القومي الاجتماعي طورا نظرة، فأصبح هناك نوع من التعايش والتعاون بين حزب البعث والحزب السوري القومي الاجتماعي ضمن الجبهة الوطنية التقدمية، ونمى هذا التعاون إلى نوع من التعايش الفكري الجميل. وهذا أمر يدل على أن الوطنية هنا والوطنية هناك انتصرت على إيديولوجيا حاولت بشكل من الأشكال في وقت محدد من قبل البعض أن تكون تفريقية، لم تكن، استطاعت أن تتطور لكي تتجاوب مع متطلبات الوضع، مع ما ينفع الشعب في سوريا، ينفع المواطنين جميعا في سوريا. أحزاب الجبهة تطورت والجبهة تطورت، ونأمل أن تتطور أكثر، وأن تتطور معها أيضا الأحزاب المرخصة. لدينا أحزاب مرخصة، لا أدري، لعلي لم أسمع إشارة إليها في كلمات الرئيس بشار الأسد أمام المؤتمر، لكن لدينا أحزاب مرخصة ومن الممكن أن نشهد لها مزيدا من النجاح. ثمة عقائدية واحدة تلم السوريين جميعا، هي الإيمان بالوحدة العربية، والإيمان بأن لفلسطين حقوقا علينا في سوريا. نعم، أكيد. لا نستطيع إهمالها. نعم دكتور، بسؤال أخير، هناك ما يسمى بفلسفة اليأس أو ثقافة اليأس تدفع باتجاه التنازل عن الحقوق، هي المسألة أكد عليها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بكلمته خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ما أهمية الوعي لهذه المسألة وكيف نتصدى لها؟ لا بد لنا من أن نؤمن أننا نستطيع، أننا نقدر، أننا مناهضون لثقافة اليأس، أننا نرفض أن نكون يائسين أو ميؤوسا منا. نحن نعلم أننا قادرون، نعلم أننا قادرون، لأننا نعلم أننا أصحاب حق. كل صاحب حق ينبغي أن يشعر بأنه قادر. أتابع بكل جدية أمرا حصل معي، أراه حقا لي، أراه حقا باسم القانون، وأرى أنه لم يحز ما يكفي من الجدية في المعالجة لدى كثيرين. أتابعه منذ عام 1989، لن أقول ما هو، لكن ها قد مضى 35 عام وأنا مؤمن بأنه حق وأرفض أن يموت. لا بد لصاحب الحق أن يدافع عن حقه. أذكر للرئيس بشار الأسد كلمات واضحة قال للطلاب، قالها للطلاب: تعلموا على ثقافة الشكوى، مارسوا ثقافة الشكوى، مارسوا ثقافة انتقاد الخطأ، لأننا بانتقاد الخطأ نصبح أكثر قدرة على التمسك بالحق. نعم، كلمة أخيرة من حضرتك قبل الختام دكتور. أقول شيئا كتبته اليوم على الواتس ووزعته توزيعا محدودا. نعم تفضل. أرى أمرين أمام مؤتمر القمة العربية القادم. نعم. وهما أمران لا يشغلان الساحة السياسية، لكنهما يشغلان ساحة الصراع الحضاري الكبير. أرى أن ظلما لحق بيوم اللغة العربية العالمي، وأن علينا أن نصحح هذا الظلم. الموعد في 18/12 ليس مناسبا، من المناسب أن يكون المتنبي رمز
يوم اللغة العربية، أو أن يكون يوم بدء التنزيل الشريف، أو يوم أطلقت الفكرة. تلك احتمالات ثلاثة أضعها على بساط البحث منذ مدة، وضعتها أمام مؤتمر حلب الأخير عن اللغة العربية في 15/3/2024. ثم هناك شيء آخر، في عام 1990 ناديت بأن يكون هناك تعطيل رسمي لمنظمة الأمم المتحدة في الأعياد الإسلامية. تبنى الأمين العام المصري العربي الأفريقي بطرس غالي هذه الفكرة، فأصدر في عام 1996 قرارا على مسؤوليته الشخصية، أعلن به أن الأمم المتحدة سوف تعطل في عيدي الفطر والأضحى 1996. أنا أثرت الفكرة في حديث لي مع مدير عام اليونسكو يوم 13/7/1989، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكنت في باريس في مكتب مدير عام اليونسكو في لقاء ثنائي معه، ووعد بأن يهتم بهذا الأمر، وكان هناك أشياء ذكرتها في أمور منشورة. أحب أن أقول أن منظمة اليونسكو هي منظمة التقارب بين الثقافات. إذن مسؤوليتها في ثقافة الأعياد أكثر من مسؤولية الأمم المتحدة. الأمم المتحدة منظمة سياسية، اليونسكو منظمة ثقافية تربوية علمية. حتى الآن اليونسكو ترفض أن تتبع الأمم المتحدة في التعطيل في عيدي الفطر والأضحى. نحن أمام مؤتمر قمة العربي، الأضحى على مبعدة عدة أسابيع، لماذا لا يكون هناك من مؤتمر القمة العربي مناشدة لليونسكو بأن تلتزم بالقواعد التي وضعها للأمم المتحدة في التعامل مع عيدي المسلمين؟ رجل اسمه بطرس غالي. للأسف دكتور وقتنا مع حضرتك خلص. كنت ضيفنا اليوم الدكتور جورج جبور، وحضرتك صاحب فكرة يوم اللغة العربية، وأيضا الرئيس المؤسس للرابطة السورية للأمم المتحدة. شكرا لك. شكرا لكم، أنا سعيد بأن أكون معكم. شكرا لك دكتور. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.